اهلا بيكم يا شباب في محاضره جديده من محاضرات ايفيدنس بيزد براكتس 2. هنتكلم فيها عن موضوعين. الجزء الاولاني من المحاضره هنتكلم فيها عن كونديشنز اوف ايفيدنس بيزد فيزيوثيرابي، شروط الايفيدنس بيزد فيزيوثيرابي. والجزء الثاني من المحاضره هنتكلم فيه عن كونستيتوينتس اوف ايفيدنس بيزد براكتس فور انترفنشن. المحاضره دي من المحاضرات النظريه المهمه اللي بيجي منها اسئله كتيره شويه في الامتحان، وهنعرف اهميتها لما نشرحها ان شاء الله. تعالوا نتكلم عن conditions of evidence based practice physiotherapy. بصراحه سواء كنا في المستشفى او في العيادة او في اي مكان بنمارس فيه عملنا، كتير بنتعرض لأسئلة كتيرة قوي. في عندنا 4 common relevant clinical questions. من اشهر الأسئلة اللي بنتعرض لها أسئلة تخص الانترفينشن، أسئلة تخص الاكسبيرينس، أسئلة تخص البروجنوزيس، أسئلة تخص الاكيرسي اوف دايجنوستيك تيست. يعني واحنا بنشتغل مثلا مع عيان، جاي لنا عيان لو باك بين، يبدا حوار يدور جوه دماغنا، العيان اللو باك بين ده يا ترى اعالجه بالترا ساوند ولا انفراريد؟ ده سؤال يخص ايه من الاربعه دول؟ ده اكيد سؤال يخص افكت اوف انترفنشن. ويبدأ سؤال تاني يخطر ببالي يقول لي خلاص انا قررت اعالج العيان دوت بماكنزي، طب هل انا افكتيف ان انا امارس ماكنزي؟ يبقى ده يخص ايه؟ يخص الاكسبيرينس، الاكسبيرينس بتاعتي في ماكنزي اخبارها ايه؟ او سؤال يسأله لي دايركت للعيان يقول لي انا هخف امتى يا دكتور، هاخد كام جلسة؟ الحالة دي السؤال يخص البروجنوزيس. او سؤال هل انا هعمل تيستنج العيان ده بستريت ريجريزنج تيست وفعلا يديني ريزلتس اللي انا عاوزها وتكون اكيوريت؟ يبقى السؤال هنا يخص ايه؟ اكيوريسي اوف دايجنوستيك تيست. يبقى there are 4 common relevant clinical questions during practicing physical therapy which are number 1 the effect of intervention, number 2 experience, number 3 prognosis, number 4 the accuracy of diagnostic test. اي سؤال من دول لازم اخرج بـ specific question. يبقى clinical question ممكن يكون question من الاربعه اللي انا قلتهم لك، لكن اي كويستشن في الاربعه دول لازم يكون سبيسيفيك كويستشن، عشان ده السبيسيفيك كويستشن ده هو اللي هقدر اعمل بيه سيرش على الداتا بيزس اللي انا علمتها لك، اللي من خلال السيرش ده ابدا ادور على معلومه تفيدني او تساعدني ان انا اعمل ديسيشن ميكنج. يبقى الكلينيكال كويستشن اتسلف مي بي 1 of 4 questions. Question of intervention, experience, prognosis, accuracy of diagnostic test. So it's complex question. The clinical question is complex question. But from each specific branch of this question, you must to formulate your specific question to begin the search. يبقى searchable question حاجة والclinical question حاجة تانية. Clinical question 1 of 4 branches اللي احنا قلنا عليهم complex question، لكن searchable question اللي انا هعمل عليه search should be specific relevant focused question. زي ما قلنا ان we are as a physiotherapist confronting
a wide variety of questions during patient encounters. واحنا بنعالج العيان بنقابل مجموعة كبيرة من ال questions. المجموعة كبيرة من questions دي بتكون clinical questions. لازم احول clinical question ده into focused specific searchable question. نميز بين searchable question و clinical question. الكلينيكال كويتشن لازم يكون فيه او اللي بتقابلنا ممكن تخص البيشنت بروبلم البيشنت لايف يعني asking about the patient patient characteristics like age gender BMI height weight diagnosis and so يبقى المجموعة الأولى تخص الـ patient problem. المجموعة الثانية ممكن تخص الـ practice knowledge. Is am I practicing this intervention truly? Have the experience to do this intervention? ده المجموعة الثانية about practicing knowledge. المجموعة الثالثة هي questions بجيب الإجابة بتاعتها من الريسيرشز من خلال specific focused searchable question. يبقى questions اللي أنا بقابلها في حياتي ممكن أجيب الإجابة بتاعتها من الـ patient problem و الـ referral بتاعه انه diagnosed as كذا. الإجابة بتاعتها ممكن ألاقيها في الـ experience بتاعتي شفت العيانين دول قبل كده أو الإجابة بتاعتها لقيتها في research و search بتاعي. لما يكون عندي question أبدأ إزاي أدور له على إجابة؟ من اهم questions زي ما قلنا وهو number one هي questions about intervention. خد بالك انا اديتهم لك بالترتيب ولازم تعرفهم بالترتيب. ما ينفعش تقول accuracy of diagnostic test قبل الintervention. ما ينفعش تقول prognosis قبل الexperience. لا هما ترتيبهم كده intervention experience prognosis و accuracy of diagnostic test. يبقى الموست امبورتنت هو ريسيرش كويستشنز از واتس ريليتد تو افكت اوف انترفنشن. هو ده اكتر واحد مهم بالنسبه لي. يليه البيشنت اكسبيرينس. هل لما هعمل ديسيشن ان العيان ده هعالجه بالطريقه الفلانيه دي هل العيان هي اكسبتنج ذس ديسيشن اور نوت؟ دي المجموعه الثانيه من الكويستشنز اللي هو بيشنت اكسبيرينس. والمجموعة الأخيرة تخص الدياجنوزيس والبروجنوزيس ودي بتبقى في نفس الكفاءة في الأهمية بتاعتها. زي ما قلنا إن في فرق بين السيرشبل كويشن which is focused simple direct and clinical question which is complex has wide variety. ولأن الكلينيكال كويشن is complex في several researches بنبدأ نقابلها عشان خاطر تجاوب لنا على الكويشن ده. Which is easier the clinical question or the searchable question؟ تمام أنا بدأت ناس تفهم معايا اهو. The searchable question is easier, focused, direct than the clinical question, which is complex, hard, could be breaked into several questions corresponding what? Corresponding بالترتيب intervention, experience, prognosis, and diagnosis. تعالى نمسك واحد واحد ونبدأ نفصصه. Questions about intervention.
questions about intervention ده لوحده ممكن يكون question من أربعة. الأربعة questions اللي يخصوا effect of intervention ليهم abbreviation، وانتوا عارفين دكتور أمير بيهتم بالabbreviations قوي. abbreviation اسمه بيكو. بيكو means patient، I means intervention، C means comparative، O means outcome. يبقى حتى بعد ما قسمت الكلينيكال كويشن انتو كويشن يخص الانترفينشن and another يخص الاكسبيرينس وواحد تاني يخص الدياجنوز واحد تاني يخص البروجنوزس، ده الانترفينشن لوحده could be breaked into four types corresponding PICO. يبقى في questions about patient اللي هي البي. About patient what? About patient problem, patient characteristics, patient specificity. انا هتعامل مع انه patient. ده البي. الاي means intervention. من فضلك specify the intervention. Only الparameters بتاعت الانترفينشن اللي انت هتستخدمه. C means comparative، يعني زي ما قلت لكم دلوقتي عالج بالالترا ساوند والانفراريد، وليه الالترا ساوند احسن من الانفراريد؟ يبقى ده comparative between intervention and no intervention، intervention and sham intervention. اخر حاجه الاو الاوتكم، يعني الانترفينشن ده هيحسن ايه؟ هيحسن بين رينج اوف موشن، ماسل سترينث، فانكشن، كواليتي اوف لايف. هيحسن ايه بالظبط؟ دي الاوتكم بتاعتي اللي بتبقى برايمري اوتكم وسكندري اوتكم. عايزين نرجع نركز تاني، احنا بنتكلم على كلينيكال كويشن ولا سيرشبل كويشن؟ كلينيكال كويشن ده كومبلكس، ده could be breaked. ال searchable question ده focused simple direct. طيب clinical question ده ممكن يكون واحد من أربعة بالترتيب intervention experience prognosis diagnosis، والintervention لوحده أربعة اللي هو PICO اللي هو patient intervention comparison and outcome. طيب questions about experience يعني ايه؟ يعني when you decide that intervention is the best، are you qualified to apply this intervention؟ هو ده السؤال about experience. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، how will be the patient experience to this intervention؟ انت قررت انك تعالج العيان بتنس، هل العيان هيقبل انه تكهرب؟ ما ده كهرباء الكتروثيرابي. انت قررت انك تعالج العيان بالارتيكولار مانيبوليشن، هل العيان هيبقى ريلاكسد معاك وانت بتعمل له الارتيكولار مانيبوليشن ولا لا؟ يبقى في الاكسبيرينس انت بتسال على حاجتين، ار يو اكسبيرينسد تو بيرفورم اور تو ابلاي تو ذيس انترفينشن، and what will be the patient experience towards this application of this intervention. So there is very diverse, it's an open questions according to the specific patient problem and phenomenon. Question number three in clinical questions يخص بروكنوزس، العيان هيخف امتى؟ هياخد كام جلسة؟ وده اول سؤال بيسأله لنا العيان. This an important thing planned at that time. His patient will recover within the next 6 weeks, 2 months, 6 months, within which period of time the patient will recover. The last question is the diagnosis and asking about the best diagnostic test
المشكله ان يبقى في مس كلاسيفيكيشن اوف بيشنت دايجنوزس اور بيشنت بروبلم مس دايجنوزس، لان ده هيؤدي الى very common professional practice. لكن لما to be avoiding the misdiagnosis and the misclassification of your patient, you will gain professional benefits. When you have uncertainty about the best diagnostic test you should to search about this diagnostic test to avoid misclassification and misdiagnosis. هنا السؤال يخص is this diagnostic test is accurate for diagnosing this problem؟ هو ده اللي بيسأله في this question. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. بيشنت جالنا بيشتكي من low back pain، لكن قال لنا انه he doesn't have sciatica، فيش radiating pain، no neurological deficits، no radiating pain corresponding L5 dermatome. طب حلو كده بدأنا نعرف البيشنت بروبلم، بدأنا نقول ان احنا محتاجين دياجنوستيك تيست زي ستريت ريجريزنج عشان نتاكد ان مفيش ديسك برولابس، يكون له يكون اللوبك بين ده جاست ميكانيكال بين. عايزين نشوف ايه هو الانترفنشن اللي ممكن ينفع له. يبقى كده عايز اقول لك ان الاكزامبل اللي قدامك ده كلينيكال question ولا searchable question؟ واضح انه clinical question لانه complex question، لانه ممكن اطلع من الاكزامبل ده questions about intervention، questions about experience، questions about prognosis and questions about diagnosis. كده نبقى خلصنا الجزء الاولاني about conditions of the evidence-based practice physiotherapy. تعالوا نخش في الجزء الثاني. What constitute the evidence about effect of intervention؟ The evidence about effect of intervention يخص ثلاث حاجات: observation, theory and research. انا بيبقى عندي اسئله كتيره قوي تخص الانترفنشن، إجابة الأسئلة دي ممكن أعرفها بالobservation بالملاحظة المريض، أو إجابة الأسئلة دي ممكن تبقى الإجابة مبنية على theories، بما إن الألتراساوند بيعمل كذا وكذا 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 يبقى الألتراساوند مفيد في الحالة دي، أو تبقى الإجابة مبنية على research. تعالوا كده نشوف أنهي أحسن واحدة فيهم. هل الإجابة المبنية على الobservation أحسن من الإجابة المبنية على الexperience؟ هل الإجابة المبنية على الثيوري أحسن من الإجابة المبنية على الريسيرش؟ تعالوا نشوف مميزات وعيوب كل إيفيدنس من دول. أول حاجة الكلينيكال أوبزرفيشن فور أن إنترفنشن، وده معناها إيه؟ العيان اللي لسه إحنا شارحين حالته دلوقتي اللي عنده ميكانيكال لوبك بين ده، هبدا اعمل له الترا ساوند واشوف بالكلينيكال اوبزرفيشن هل العيان بيتحسن ولا بيتحسنش، هل شكوى العيان بتقل ولا بتزيد، يعني ملاحظه العيان. يعني من خلال البيشنت جادجمنت انا بقدر احكم الافكتيفنس اوف ذيس انترفنشن. از ذيس satisfied؟ تفتكر ان ده كفاية؟ للأسف this is dissatisfied with the intervention. ليه؟ لان ممكن العيان يتحسن
لكن مش due to the intervention, due to extraneous factor. او ممكن العيان تسوء حالته وما يبقاش السبب الانترفنشن اللي انا بعمله يكون extraneous factor. يبقى اول factor بيقابلنا مشكلة في clinical observation as an evidence extraneous factors. حد يقدر يقول لي ازاي اتخلص من الاكسترينيوس فاكتورز؟ ان يكون عندي مجموعتين من العيانين، عيان هعمل له انترفنشن وعيان مش هعمل له الانترفنشن واقارن بين الاثنين، لان الاثنين في الحاله دي بيخضعوا لنفس الاكسترينيوس فاكتورز. يبقى ده اول مشكله في كلينيكال اوبزرفيشن. تاني مشكله هو الناتشورال ريكفري. ممكن العين يخف لوحده زي ما قلت لكم قبل كده اكزامبلز كتيره. ممكن نقوم من النوم بصداع واول ما ابدا اشتغل واشوف شغلي الاقي الصداع راح لوحده. انا ما الصداع ما راحش بسبب علاج، لكن في ناتشورال ريكفري. اول ما جه العيان ده جاي لي بلو باك بين وبدات اعمل لها الترا ساوند، بدات تحس بالراحة، بس مش نتيجة الالترا ساوند، نتيجة ان انا قلت لها ارتاحي فارتاحت فحصل ناتشورال ريكفري. دي مشكلة التانية. المشكلة التالتة حاجة اسمها هاوزرن افكت. وش انا قلت انا هعتمد على ان انا اسكن ذا بيشنت جادجمنت اون ذا بيشنت، وبالتالي العين ده مكسوف مني شايفني ببذل مجهود كبير في العلاج الطبيعي واقف على حيلي وبديله العلاج. يبقى polite patient sensitive patient يقول لا 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 ما اقدرش اقول له انه العلاج بتاعه فاشل، لا لا انا هجامله واقول له العلاج بتاعك ناجح. يبقى ده اسمه Hawthorne effect. He is a sensitive and polite patient. والعكس ان يكون عيان aggressive ومش عاجبه حاجة في العيادة ومضايقه كل حاجة انت بتعملها، وبالتالي برغم انه حاسس انه التريتمنت ممكن يكون افكتيف، لكن هو هيقول لك وانت بتعتمد على انه يقول لك انه التريتمنت از نوت افكتيف. يبقى هل اثق في هذا العيان؟ لا. When the patient is sensitive and polite the patient has Hawthorne effect. ما اقدرش اعتمد عليه. رقم 4 هو البلاسيبو. تخيلوا كده عيان جالي وظبطته على ان انا هديله الترا ساوند وظبطت الجهاز والعيان نام وحطيت جل، لكن ما حطيتش الفيشه بتاعه الالترا ساوند، وقعدت ماشي كده الجهاز عليه لمده 5 دقايق، فصل الجهاز، قمت ايه الاخبار يا عم حسن؟ قال لي ده زي الفل يا دكتور، الجهاز ده حسني قوي. حسنك؟ بيني وبين نفسي اقول حسنه ازاي ده انا ما حطيتش الفيشه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه بلاسيبو. هو مقتنع انه بدام انا عملت ده وده وده يبقى المفروض هو يخف، وبالتالي بالإيحاء هو خف. اخر حاجة هي الريكول بايس، اللي هو انا معظم العيانين اللي بعالجهم اللي بالشكل ده بيخفوا، وبالتالي العيان هيقول لي ان انا خفيت يبقى ده نتيجة الانترفينشن، او العكس ان العيانين اللي بعالجهم دايما بالشكل ده هم ريزيستيف وبالتالي العيان مش هيتحسن. انا متوقع ده من قبل ما اعالج العيان، وبالتالي هقبل الاجابه اللي بيقولها لي العيان سواء كان بوزيتيف ريكول اور نيجاتيف ريكول. زي ما احنا شايفين الايفيدنس when it's dependent on clinical experience it have 5 problems including external factors, natural recovery, Hawthorne effect, placebo effect and recall bias. وبالتالي هل اقدر اعتمد على ال observation as an evidence؟ طبعا كلكم بتقولوا دلوقتي لا. ال evidence الثانيه about intervention هو theory. بما ان الانترفينشن ده بيعمل 1 2 3 اذا الانترفينشن ده هيحسن الحاله اللي قدامي. ايه رايكم لو انا اعتمدت على كده؟ يعني مثلا خلينا في المثال بتاع الالترا ساوند. الالترا ساوند بما انها دي بيتنج بالتالي هتحسن البلاد فلو، وبالتالي هتقلل الاكسيديت، وبالتالي هتقلل المسل سبازم، الى جانب انها ليها ثيرمال افكت وكمان ليها ميكانيكال افكت، وده بيعمل استيميليشن للاي بيتا،
وبالتالي هيقل البين وبيقل المسل سبازم، وبالتالي هيقلل اللوبك بين. ايه رايكم لو انا بدات افكر از ان ايفيدنس بطريقه الثيوري هام ميكانيزم دي؟ انا في الحاله دي بصراحه بعتمد على البليف، بما انها بتعمل اذا هي هتفيد او اذا هي مش هتفيد، ده لما اعتمد على الثيوري اند ميكانيزم. طب ايه مشكله ان انا افكر بالطريقه دي؟ احنا لسه قايلين ان الكلينيكال كويشن اذا سيمبل كويشن ولا اذا كومبلكس كويشن؟ اذا كومبلكس كويشن. طيب بدم الكلينيكال كويشن اذا كومبلكس كويشن، يبقى هل ينفع وان ثيوري او وان ميكانيزم to judge the effect of intervention؟ خد بالك ان theory is a sample، mechanism is a sample. هل ينفع حاجه سيمبل تشرح لنا حاجه كومبلكس؟ لا. وبالتالي عشان اشرح حاجه كومبلكس انا محتاج multiple theories، محتاج multiple mechanisms. يبقى اول problem عندنا لما بنعتمد على theory and mechanism to be an evidence in clinical question is complex intervention، complex problem but the theory is a mechanism or simple. وبالتالي انا محتاج multiple theories multiple mechanisms لان one theory is incomplete. رقم اتنين، في الحالة دي لو انا فكرت طريقة theory الميكانيزم، في الحاجة في الحالة دي انا مش بدور على comprehensive accurate representation of the truth. لا، ده انا كده بحاول اعمل hypothesis، افتراض، بما ان الالترا ساوند ديب هيتنج وثيرمال افكت وميكانيكال افكت وتاثر على الديب بلاد فلو تاثر على الاي بي تي، يبقى هي لا، ده انا بدور على hypothesis rather than comprehensive and accurate representation of truths. تالت حاجة، في الحالة دي أنا مش بعمل direct analysis for the effectiveness of intervention، لأنها مش بتديني فكرة عن the size of effect of intervention. دي just hypothesis. يعني يعني لما اجي اعمل الترا ساوند لحاله لوبك بين، بنيت الايفيدنس بتاعي على ثيوري اند ميكانيزم، وقلت زي ما انا لسه قايل انها دي بيتنج ثيرمال افكت ميكانيكال افكت اثر على الاي بي تاثر على البلاد فلو، يبقى العيان ده هيتحسن. طب تحسنه قد ايه؟ انا هنا بتكلم على السايز اوف افكت، تحسنه قد ايه عن عيان تاني ما بياخدش الترا ساوند؟ من فضلك قول لي الالترا ساوند لو اديته لعيان هيخف بعد اسبوع، لكن لو ما اديتهوش لعيان هيخف بعد شهر. شوف هنا انا بقارن اسبوع بشهر، لا ده فرق كبير قوي ان عيان يخف بعد اسبوع يرجع للشغل وينجز طيب ايه رايك بقى عيان خد الالترا ساوند وخف بعد اسبوع، وعيان تاني خف بعد 8 ايام وما خدش الترا ساوند، يبقى what about the size of effect؟ theory and mechanism cannot tell us about the size of effect. تمام؟ يبقى دول مشاكل لما بعتمد على theory and mechanism to be an evidence، انها البروبلم اللي قدامي بتبقى كومبلكس والثيوري بتبقى سيمبل، ان الثيوري بتدي hypothesis rather than comprehensive justification about the truth. ورقم تلاتة، ان الثيوري ما بتقدرش to tell us about the effect of this intervention. يبقى شفنا دلوقتي two evidence، شفنا clinical observation as an evidence، شفنا ال theory and mechanism as an evidence. تعالوا نشوف بقى الكلينيكال ريسيرش as an evidence
about the effect of intervention. طبعا كلنا عارفين انه في الحالة دي هو بيبقى the better source for information about the effect. وخاصة لما بيبقى controlled research. واحنا سمينا controlled research قبل كده انه class 1 ولا 2 ولا 3 class 1. ليه؟ لانه في الحالة دي prevent bias. الى جانب يبقى نمرة واحد انه better source عشان ايه؟ اول حاجة انه prevent bias خاصة لو كان controlled research يعني class 1 research. number 2 انه يقدر يحدد لي السايز of the effect بعكس الobservation بعكس الثيوري الميكانيزم. رقم 3 انه مفهوش كل مشاكل الobservation how the effect والnatural recovery والrecall bias and so on. يبقى كده حللي كل مشاكل الclinical observation وحللي كل مشاكل ال theory and mechanism. يبقى clinical research في الحالة دي هو البيتر سورس. طيب هل الكلينيكال ريسيرشز كلهم زي بعض وكلهم بيتر ريسورس؟ لا، يا بيختلف ريسيرش عن التاني. يعني لو جبنا سيري كيس ستادي وكيس سيريس هنلاقيها انه less better than controlled trials. ليه؟ لانها just description for a case without any control group زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. عشان كده الكيس ستادي والكيس سيريس class 1 ولا 2 ولا 3. الكيس ستادي والكيس سيريس دول class 3 درجة تالتة. هم احسن من clinical observation، هم احسن من theory and mechanism، لكنهم class 3. طب مين بقى اللي class 1؟ controlled trials. ليه؟ لانه it has no bias، لان في الحالة دي بعمل comparison بين two groups وبالتالي بتديني better outcomes about effectiveness of an intervention. عندنا many types زي ما قلنا المرات اللي فاتت for control. اقارن بين two groups ازاي؟ سهلة قوي. الباسيف كنترول جبنا سيرتها قبل كده، ان مجموعة بتاخد الانترفينشن ومجموعة تانية ما بتاخدش الانترفينشن وقارن بينهم. في الحالة دي انا بشوف effectiveness of this intervention. طيب الاكتيف كنترول مجموعة بتاخد الانترفينشن ومعاها الconventional treatment ومجموعة بتاخد الconventional treatment بس. وبالتالي في الحالة دي انا مش بقيس الـ effectiveness of intervention، لا، بس بقيس الـ effectiveness of adding intervention، لان في حاجة انت بتضيفها. انت عندك الـ conventional treatment هو البيز في الـ study group والـ control group، لكن الـ study group ميزتها انها خدت الـ conventional treatment بالاضافة الى adding الـ intervention اللي هو under study. وبالتالي في الحالة دي انا مش بقيس الـ effectiveness of intervention زي number 1، لا، انا بقيس هنا الـ what about adding the new intervention. number 3 ان مجموعة بتاخد infrared ومجموعة بتاخد ultrasound. في الحالة دي انا بعمل comparison between two intervention which is the most effective، مين احسن من التاني. يبقى كده نقدر نقسم الـ control trial الى ديزاينز كتيرة قوي. ديزاين الاولاني واحدة بتاخد intervention واحدة ما بتاخدش. الحالة دي انا بشوف الـ effectiveness of intervention. الحالة التانية الاثنين بياخدوا conventional treatment بس الـ study group بنضيف عليها الـ intervention under study، وبالتالي بنشوف ايه؟ نشوف adding effect of adding an intervention. او الـ design الثالث
انه واحده هتاخد انترفينشن وواحده هتاخد انذر انترفينشن. في الحاله دي بنشوف الموست افكتيف انترفينشن. خدوا بالكم في الحاله دي الكنترولد ترايل هاز 3 ديزاينز بات ايتش تيل اس سمثينج ديفرنت. مش ثلاثه بيدوني معنى واحد، واحده بتديني effectiveness of intervention، واحده بتديني effectiveness of adding an intervention، واحده بتديني most effective intervention which is the best intervention. لكن الميزه في الثلاثه انهم الثلاثه class 1 لان الثلاثه controlled، لان الثلاثه comparison between two groups. خد بالك من حاجه مهمه، ان لازم يكون الكاركترستكس بتاعت العيانين في التو جروبس قريبه من بعض. لما نقول الكاركترستكس بتاعت العيانين في التو جروبس قريبه من بعض يعني كومبارابل جروبس، ولا اقول عليهم انه ايدنتيكال جروبس؟ ايه رايكم اقول على الجروبس انها كومبارابل جروبس ولا ايدنتيكال جروبس؟ ايدنتيكال جروبس يعني نفس الكاركترستكس، الطول واحد لكل العيانين، الوزن واحد لكل العيانين، الجندر واحد لكل العيانين، ذا سيم ديجري اوف ذا ديزيز، سيم دايجنوزس. هل اقدر اجيب الكلام ده؟ ده انت كده عايز توينز. يبقى they are not identical but they are comparable، قريب السن قريب من بعضه، الدايجنوزس قريب من بعضه، الوزن قريب من بعضه، يعني الستاندرد ديفيشن مش كبير بينهم وبين بعض. يبقى الواجب في الكنترول جروبس ان السبجكت كاركترست تكون واحده ولا السبجكت كاركترست تكون متقاربه؟ لا، الواجب في الكنترول جروب ان السبجكت كاركترست تكون متقاربه كومبارابل، لان صعب جدا انك تحصل على كاركترستكس واحده، صعب انك تحصل على ايدنتيكال جروبس. فانت يكون كومبارابل جروبس. الاحسن من الكنترول جروب انها تبقى راندومايز كمان. احنا قلنا الجولدن ديزاين هو كنترولد راندومايز ترايل السي ار تي، زي ما احنا قلنا في الابريفيشنز قبل كده. طب اعمل ازاي الراندومايزيشن؟ انا قلت في نوعين من راندومايزيشن في المحاضره اللي قبل اللي فات، في راندوم سيلكشن، وده بعمله عن طريق كلوزد اوبيك انفلوب، وفي راندوم الوكيشن، وده بعمله عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما كوين توسينج يا اما دايس رولينج. يبقى لازم تكون عارف ان الراندومايز كلينيكال ترايل بتفوق الكنترول ترايل، والكنترول ترايل بتفوق الكيس ستادي والكيس سيريز. ولما اجيب سيري راندومايزيشن انا عندي نوعين من الراندومايزيشن، الراندوم سيلكشن اللي بنعمله بكلوزد اوبيك انفلوب، والراندوم الوكيشن اللي بنعمله بالكوين توسينج او دايس رولينج. ايه هو كوين توسينج ده؟ حد فاكر؟ ملك وكتابه، يكون معاك عملة كده ونقول مالك وكتابة، كل اللي هيطلع له مالك يبقى هو كنترول جروب، كل اللي هيطلع له كتابة يبقى هو ستادي جروب. امال ايه دايس رولينج ده؟ الزهر، نقول اللي هيطلع له اي رقم فردي يبقى ده كنترول جروب، واللي هيطلع له اي رقم زوجي يبقى هو الستادي جروب. امال ايه كلوزد اوبيك انفلوب؟ معناه ان اجيب كل اسم كل عيان واحطه في ظرف مغلق ما عليهوش اي ملامح، واحط الاظرف كلها وابدا اختار منهم عدد من الاظرف لكل مجموعه. خد بالك مره ثانيه، السبجكت كاركترستكس تكون كومبارابل ولا سيميلار، ايدنتيكال ولا كومبارابل؟ احنا قلنا صعب قوي ان انا احصل على السيميلار، صعب قوي ان انا احصل على ايدنتيكال، وعشان كده انا بلجا الى comparable، قريبين من بعض مش زي بعض. ايه ميزه الراندومايزيشن؟ زي ما احنا قلنا بما انها راندومايز يبقى كنترول كمان، وبالتالي least bias.
وبالتالي prevent confounding of the effects of intervention by difference between groups. يبقى الإفكت بتاع الانترفنشن مش جاي نتيجة difference between group لأن groups are comparable. They are not similar. They are not identical but they are comparable. قريبين من بعض. خد بالك انه there is difference between subject characteristics بس within limits. وبالتالي ده يدينا ايه؟ يعمل over estimation or under estimation. عايزين نفهم يعني ايه over estimation يعني ايه under estimation. لو قلت لك مثلا انا لقيت في randomized clinical trial ان الافكتفنس about this intervention is about 70%. 70% دي اسمها estimation. هل ده معناه ان حضرتك لو طبقت نفس الانترفنشن على جروبس من العيانين هاز سيم كاركترستكس هتحصل على 70%؟ لا، ممكن تحصل على 75%. يبقى كده ال 70 اللي وجدتها البحث اقل من 75 اللي حضرتك وجدتها، يبقى كده النسبه بتاعت البحث كان فيها اندر استيميشن. طيب البحث قال لك 70%، وانت لما طبقت نفس الانترفنشن على كاركترستكس من العيانين قريبه من الكاركترستك دي يعني كومبارابل، لقيت النتيجه بتاعتك 65%. يبقى النتيجه بتاعتك لما تبقى اقل من نتيجه البحث يبقى البحث حدد الاستيميشن وكان الاستيميشن بتاع البحث اوفر استيميشن. يبقى كلمه اوفر استيميشن يعني نتيجه البحث احسن من نتائجك انت لما طبقت نفس الانترفنشن على كومبارابل جروب. كلمه اندر استيميشن معناها ان نتائج البحث اقل من نتائج حضرتك لما طبقت نفس الانترفنشن على كومبارابل جروب. امتى يحصل ده؟ امتى يقدر يوصل لانه يعمل استيميشن؟ لما يكون البحث كنترولد، ولا لما يكون البحث كيس ستادي، ولا كيس سيريس، ولا حاجه من دي. البحث الوحيد اللي يقدر يحدد الاستيميشن هو randomized controlled randomized trial. وعشان هو حدد الاستيميشن بتفضل نتائج زي ما هي؟ لا، ممكن نتائج حضرتك لما تطبق نفس الانترفنشن على كومبارابل جروب يحصل معاك اوفر استيميشن او اندر استيميشن. جاي منين الاوفر استيميشن والاندر استيميشن؟ بيكوز سبجكت ار نوت سيميلر، بيكوز سبجكت ار نوت ايدنتيكال، سبجكت اونلي ار كومبارابل. خد بالك من حاجه مهمه اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت، انه كنترول راندومايزد ترايل بتتميز بوجود مولد ماثيماتيكلي، يعني بيبقى فيها ريزلتس وستاتستكس و بيبقى فيها استيميشن اباوت سايز اوف افكت اوف انترفنشن. دي مميزات كلها للراندومايزد ترايل تخلينا نثق في نتيجها اكتر. سؤال تاني هو كاتبه لك بالاحمر، مين البحث الوحيد اللي يقدر يحدد الاستيميشن؟ هو الكنترولد ترايل ولا كنترولد راندومايز ترايل؟ كنترولد راندومايز ترايل هو اللي حدد الاستيميشن. طب وانت هتطلع نفس النتائج بتاع البحث لما تيجي تطبق نفس الانترفنشن على كومبارابل جروب؟ لا، حضرتك هتوصل لانك نتائجك تبقى اقل من البحث وبالتالي البحث عامل اوفر استيميشن، او نتائجك تبقى احسن من البحث وبالتالي البحث عامل اندر استيميشن. طب جاي منين الاوفر استيميشن والاندر استيميشن؟ جاي من ان السبجكت ار نوت ايدنتيكال، ار نوت سيميلر، ذي ار جاست كومبارابل. بالنسبه للراندومايزيشن كنترولد راندومايز ترايل ليها اشكال كتير قوي. الشكل الاولاني ان الاوتكمز ار ميجرد اونلي ات ذا اند اوف ذا ترايل، انا هقيس بس البوست مش هقيس
قبل، انا هقيس بس بعد الانترفنشن. النوع التاني ان انا اقيس قبل وبعد او اقيس at several times. النوع التالت ان يكون عندي more than two groups، مش comparable groups اتنين بس، study group وcontrol group، لا more than two groups، ممكن يكونوا three groups، ممكن يكونوا فوق اكتر من اتنين. ده بتوصل في عدد الجروبس انهم ممكن يكونوا اربعة جروبس. ياه اربعة جروبس، ده في الحالة دي يبقى اسمه فاكتوريال ديزاين. ايه بقى فاكتوريال ديزاين ده؟ تخيل كده، مش انا لسه قايل جالي اتنين عيانين بلوبك بين، المجموعة الاولانية هعالجهم بالترا ساوند، المجموعة التانية هعالجهم بانفراريد. لا مش كده وبس، ده انا المجموعة الاولانية هعالجهم بالترا ساوند، المجموعة التانية هعالجهم بشام الترا ساوند عشان اشوف البلاسيبو افكت، المجموعة التانية هعالجهم بانفراريد، والمجموعة التالتة هعالجهم بشام انفراريد. يبقى كده بقى عندي كام مجموعة؟ اربع مجموعات. يبقى الديزاين في الحالة دي اسمه ايه؟ فاكتوريال ديزاين. ده نوع من انواع الكنترول، ده راندومايز ترايل بس اسمه ايه؟ فاكتوريال ديزاين. في نوع تاني من الكنترول ده راندومايز ترايل اسمه كروس اوفر ديزاين. كروس اوفر ديزاين معناها ايه؟ مجموعة الاولانية انا هعمل لهم ستريتشنج، وبعد ما اعمل الستريتشنج اعمل كاستنج احطهم في سبلنت، لكن المجموعة التانية هعمل العكس، ان هبدأ معاهم التريتمنت بالكاستنج وبعد الكاستنج هعمل ستريتشنج. يبقى هو نفس التريتمنت بس اتعكس، وبالحالة دي بيبقى اسمه كروس اوفر ديزاين، وده نوع من انواع كنترول راندومايز ترايل. يبقى تقدر تقولي دلوقتي ملخص عن انواع الكنترول راندومايز ترايل. كنترول راندومايز ترايل فيها النوع الاولاني اللي بقيس فيه بعد بس بوست بس، المجموعة النوع التاني بقيس فيه بري وبوست، وممكن اقيس فيه كمان انترميديت. النوع الثالث ان مش يبقى عندي مجموعتين، يبقى عندي اكتر من مجموعتين، ده النوع الثالث. النوع الرابع اللي فيه فاكتوريال ديزاين، ان يكون عندي حوالي اربع مجموعات، نوع هتاخد الترا ساوند، نوع هتاخد شام الترا ساوند، نوع هتاخد انفراريد، نوع هتاخد شام انفراريد. النوع الخامس من كنترول راندومايز ترايل اللي هو كروس اوفر ديزاين، اللي نفس تريتمنت بس ترتيبه بيختلف. في النوع في الجروب الاولاني انا بعمل كاستنج فولود باي ستريتشنج، لكن في الجروب الثاني انا بعمل ستريتشنج فولود باي كاستنج، نفس تريتمنت بس ترتيب مختلف. اخر نوع من كنترول راندومايز ترايل هو الكلاستر سامبل او كلاستر ديزاين، وفي الكلاستر ديزاين معناها ان عندي السامبل كبيره قوي 6000 شخص، هقسمهم على 10 مجموعات، كل مجموعة 60 شخص، يبقى ده اسمه كلاستر سامبل. معناه كده ايه؟ معناه انه هيوج سامبل. طيب اي حد عايز يعمل اي بحث بيعمله خلاص؟ لا، مهم قوي انه يخضع لإيثيكال ابروفل، لجنة اخلاقيات البحث، مهمة قوي، لان الابحاث اللي احنا بنعملها دي على هيومن زي ما اتفقنا، لان دي قواعد الابتة، وبالتالي الهيومن دول مش فلان تجارب، وبدام هم هيومن يبقى لازم يخضعوا الى ethical approval. حتى الفران ليهم ethical approval على فكرة. عايزين نتكلم شوية على ethical and practical embedment to conduct controlled randomized trial. اول حاجة انك تكون ambivalent، انك تكون مش عارف ايه نتائج بحثك. طب لو انت عارف اساسا نتائج البحث يبقى تعمله ليه؟ يبقى من الethical embedment انك تكون completely ambivalent. You don't know the effectiveness of your intervention. You don't know which is a better.
يبقى ده ethical embedment رقم واحد. رقم اتنين انك تكون properly informed patient. لازم البيشنت اللي تجيبه تسأله تقول له انت موافق على انك تدخل معايا في العينة بتاعت البحث بتاعتي، امضيلي على انك موافق. يبقى يكون properly informed patient. يبقى number one انك تكون انت كباحث completely ambivalent، مش عارف ايه هي نتائج بحثك. رقم اتنين ان يكون patient بتاعك accepting، يكون properly informed patient، عارف كل الخطوات البحثية وعارف ان هو بيخضع الى بحث علمي. رقم ثلاثة تكون محدد الاستراتيجيز، زي ما قلنا محدد الديزاين بتاع الاستادي، محدد البيشن دول هتجيبهم منين، يبقى في مانجمنت استراتيجيز. تكون محدد الاورجانيزيشن اللي تتعامل معاها، بالنسبة لنا هنا بنتعامل مع ام تي اي، واخد ايثيكال ابروفل من ام تي اي اورجانيزيشن، يبقى مش العيان بس هو اللي يوافق، لا الاورجانيزيشن كمان هي توافق. يبقى رقم 1 في الايثيكال امبيدمنت انك تكون انت كومبليتلي don't know the result of your research، يكون your patient is informed، ويكون signs يكون موقع على consent form. رقم ثلاثة يكون في management strategies و approval from your organization. رقم أربعة avoid the involvement of significant lifestyle modifications. ما تقولش العيان انت هتقعد فترة من السنين طويلة قوي، ايه ده ايه ده، for over long period of time not accepting. هو انت عشان تطلع من نتائج بحث تغير للعيان ال overall lifestyle وتعمل له modification for a very long period of time، it's not accepting. مهم قوي انك ما تعملش بحث على very rare event. ليه؟ البحث بيقاس اهميته بمدى استفادة الاخرين بيه. لما يبقى بحثك على very rare event ده هيفيد قد ايه من المجتمع؟ دي كلها ethical embedment مهمة قوي انك تراعيها وانت بتعمل اي controlled randomized trial. مهم كمان ان الـ investigations اللي انت هتعملها والـ intervention اللي انت هتعمله يكون simple وinexpensive وharmless. simple وinexpensive وharmless post investigation and intervention. دي كلها كانت الإيثيكال إمبيدمنت اللي نراعيها قبل ما نعمل كنترولد راندومايز ترايل. حد يفكرني ايه هما الإيفيدنس اللي استخدمناهم من الاول لغاية دلوقتي about intervention؟ اول حاجة كانت الكلينيكال اوبزرفيشن وعرفنا عيوبها ايه. رقم اتنين كانت الثيوري اند ميكانيزم وعرفنا عيوبه ايه. رقم ثلاثة كانت الكلينيكال ريسيرش وبدأنا نتكلم بالتفصيل عن كل كلينيكال ريسيرش، كلمنا على كيز ستادي وكيز سيريس، وكلمنا على كنترولد ستادي، وكلمنا على كنترولد راندومايزد ستادي، وكلمنا على الإيثيكال إمبيدمنت اللي نراعيها قبل ما نعمل كنترولد راندومايزد ترايل. وبعد كده عايزين نتكلم على السيستماتيك ريفيو اللي هي توب بتاعة الإيفيدنس بيراميد اللي احنا كنا شرحناه قبل كده. طبعا بدام هي التوب بتاعة الإيفيدنس بيراميد هي مش بيست بقى ايفيدنس، it is the strongest evidence. ليه؟ لانها بتعتمد على multiple controlled randomized trial، مش بعتمد على controlled randomized trial واحدة وطلع منها الاستيميشن of effect of intervention. انا هنا بعتمد على multiple controlled randomized trials.
خد بالك ان السيستماتيك ريفيو لازم تكون apparent features، لازم تكون الفيتشرز بتاعتها واضحه قوي كده وانا محدد الفيتشرز بتاعتها. لازم يكون الكنترول ده راندومايز ترايل اللي انا هعمل منها سيستماتيك ريفيو الكاركترستكس بتاعتها واضحه، لازم تكون apparent، لازم تكون determined. لانها لو كانت غير كده هيبقى في فرق بين السيستماتيك ريفيو ونوع تاني من الريفيو اسمه literature review. او narrative review. في نوعين من الريفيو، السيستماتيك ريفيو ودي زي ما قلنا ان ليها characteristics و apparent واضحة و determined. طب when the characteristics of the review not apparent, not systematic, not recognized, not determined، يبقى كده انا مش بتعامل مع systematic review، كده انا بتعامل مع narrative review او literature review، ودي اقل من الايفيدنس المطلوب. هو ايه اللي بيخلي السيستماتيك ريفيو على التوب اوف ايفيدنس بيراميد؟ ليه بيخلي السيستماتيك ريفيو بتفوق الكنترولد راندومايزد ترايل؟ انا قلت لكم لانها مش بتعتمد على نتيجه كنترولد راندومايزد ترايل واحده، دي بتعتمد على مالتيبل كنترولد راندومايزد ترايل. طب ليه؟ لان ممكن الاقي كنترولد راندومايزد ترايل مطلعه the intervention is effective، والاقي كنترولد راندومايزد ترايل ثانيه مطلعه the intervention is not effective، يعني عكس بعض. في الحاله دي بتبقى الفايندنجز بتاعت الكنترولد راندومايزد ترايل less convincing، والعكس صحيح. يعني الاقي كنترول راندومايز ترايل مطلعه ان الانترفينشن از افكتيف، وكنترول راندومايز ترايل ثانيه مطلعه ان الانترفينشن از اولسو افكتيف. في الحاله دي بنسمي الفايندنجز بتاعت الكنترول راندومايز ترايل روبست. روبست يعني هاز ذا سيم فايندنجز. يبقى اتس applicable and it's natural to find some clinical trials which are robust with the same findings and others are less convincing because they are have different conclusions. ده موجود وده موجود، وبالتالي هل انا اقدر احكم على الافكتفنس اوف انترفينشن من خلال كنترول راندومايز ترايل واحده؟ لا، انا محتاج اجمع اكتر من كنترول راندومايز ترايل عشان ارجع لنتائجهم عشان احكم في الاخر هل هو افكتف ولا لا، وده اللي انا بسميه السيستماتيك ريفيو. وبالتالي سيستماتيك ريفيو نوت اونلي ذا سترونجست ايفيدنس بات اولسو اتس ذا بريسايز evidence، لأنها بتعتمد على multiple controlled randomized trial which may be robust or less convincing. Robust means the same findings. Less convincing means conflicting or divergent findings. زي ما قلنا ان في نوعين من الريفيو، وعايزين نركز عشان نطلع بمقارنه بين التو ريفيوز دول لان المقارنه دي تهمني قوي. في نوع اسمه ناراتيف ريفيو او ليتريتشر ريفيو، والنوع ده ما بيشترطش فيه اني اكون جايب كنترول راندومايز ترايل وشغال بيه، لا ده اي
ترايل درست البحث ده whatever it's controlled or not randomized or not انا ببدا اجمع ترايلز دي وابدا اعمل اناليسيس ليه. يبقى it's less relevant studies it writes censuses about effect of intervention through controlled non-controlled randomized or non-randomized trials وبالتالي it's attractive yes it summarizes the fast literature yes but it has bias ليه؟ لانه بعدم احتوائها على controlled trial اصبحت bias بدم الضم ليها non-controlled trials اصبحت بايس. امال مين اللي مش بايس؟ هي السيستماتيك ريفيو. ليه هي مش بايس؟ ليه هي سترونجست؟ ليه اتس بريسايز؟ لان كل الابحاث اللي فيها ار كنترولد راندومايزد ترايل. وبالتالي الليتريتشر ريفيو او الناريتيف ريفيو دي مش مهمه؟ لا دي مهمه واتراكتيف وبتسمرايز فاست الليتريتشر خاصه دي يا ولاد تعتبر شابتر 2 في اي رساله علميه. اي رساله علميه هي عباره عن شابترز. شابتر 2 دايما عباره عن literature review او narrative review وعباره عن summarize vast literature for زي ما قلنا controlled non controlled randomized non randomized ودي بتبقى attractive ودي have a meaning about effectiveness of intervention but it has bias. عارفين زي ايه؟ زي حادثة القطر الأخيرة. لو الكاتب اللي كتب عن الحادثة عايز يخليك تصدق ان سواق القطر هو السبب هيكتب يقول لك سواق القطر ده كان واخد مخدرات وسواق القطر ده ما كانش نايم كويس وسواق القطر ده ما كانش مركز سواق القطر ده كان قاعد جنبه واحد تاني عمال يتكلم فيه سواق القطر ده كان معاه موبايل وكان بيلعب فيه وهو سايق القطر. يبقى طب الكاتب اللي كتب الحادثه عايز يديك ايحاء ان ده اهمال من هيئه سكك الحديد يقول لك ده السواق ده لا كان معاه موبايل وكان نايم كويس وكان واكل كويس كان مركز وما كانش معاه حد في الكابينه لكن المشكله انه ما كانش القضيب ممهد وكانت يبقى بيديك ايحاء تاني او يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه philosophical orientation. انا وانا بكتب I am biased انا متحيز ان انا اطلع او ادي للقارئ impression معين due to my philosophical orientation. ليه ده؟ لانه I am attracting to different parts. هل المشكلة في الحادثة دي حصلت نتيجة اهمال شخصي من السواق اهمال من هيئة السكك الحديدية لانه ما غيروش القضبان بقاله مدة قال حصل نتيجة ارهاب انا راجل سياسي يبقى I am attracting to different parts I have philosophical orientation that make different judgments. ده يحصل فين؟ في الليتريتشر ريفيو في الناريتيف ريفيو ولا في السيستماتيك ريفيو؟ ده يحصل في الليتريتشر ريفيو والناريتيف ريفيو بس لانها هي اللي بايست. ليه يحصل في الناريتيف ريفيو والليتريتشر ريفيو؟ لانها including non-controlled including non-randomized بالإضافة ل including controlled و randomized وبالتالي it's not transparent it is inscrutable.
دي اللي اسمها الناراتيف ريفيو او الكونفنشنال ريفيو او الليتريتشر ريفيو. ودي زي ما قلنا اتراكتيف سمرايز بات بروفايد انكمبليت امبيجوس way to analyze data from vast researches. لكن السيستماتيك ريفيو its transparent methodology, it minimizes bias, it contains only controlled randomized trial which analyzed in a systematic and explicit way of analyzing data, it's recognizable. Systematic review is precise, describe criteria and describe methods. So it's the best studies and the top of the evidence pyramid. الميزة اللي فيها انها comprehensive, transparent and minimally biased. So it is the best single source of information. Systematic review ميزتها كمان عن literature review او narrative review ان فيها statistics, والstatistics اللي فيها هي نوع من انواع الstatistics اسمها meta analysis statistics, لدرجة ان كان في وقت من الاوقات نسمي systematic review meta analysis, لكن دلوقتي ما عادش موجود الكلام ده وبقت اسمها systematic review من غير ما تسميها meta analysis. ليه؟ لان meta analysis is actually part of the systematic review, it's the statistical analysis in the systematic review. Now it's no longer to be called meta analysis because meta analysis is part of the review, it is the statistical analysis of the review. But narrative or literature review has no system, has no meta-analysis part, has no statistical part. في نوعين من systematic review. كنا اتكلمنا عن النوعين دول في clinical trial قبل كده. النوع الاولاني prospective systematic review والنوع التاني اسمه retrospective systematic review. حد فاكر كلمة prospective و retrospective دي؟ تعالوا نتكلم على الاول retrospective systematic review. انا قلت هي systematic review بتعمل من ايه؟ بتتعمل من controlled randomized trial. طب لو كانت controlled randomized trial موجودة ولقيتهم كتار قوي وقررت ان انا من الكنترول ده الدوماست الكتيره دي هعمل سيستماتيك ريفيو, يبقى مين قبل التاني؟ اهو كنترول راندومايز ترايل لقيتها موجوده ومنها طلع سيستماتيك ريفيو, يبقى سيستماتيك ريفيو مالها ريتروسبكتيف. طب امتى بقى تكون سيستماتيك ريفيو بروسبكتيف؟ لو انا قاعد مع نفسي اقول انا عايز 10 كنترول راندومايز ترايل, دول لسه ما اتوجدوش, انا لسه بقول عايز 10 controlled randomized trial بيتكلموا عن كذا وكاركترستكس في بتاع البيشنت بتاع كذا والدياجنوزس بتاعه كذا والانترفينشن اللي هستخدمه كذا. في الحاله دي ابدا اروح الاول اعمل controlled randomized trial بالطريقه اللي انا مخططها في systematic review, بعد ما اخلصهم ابدا اعمل منهم systematic review. في الحاله دي انا بعمل prospective systematic review. يبقى prospective systematic review معناها ايه؟ معناها ان مش موجوده controlled randomized trial, لسه هعمل controlled randomized trial within specific criteria. لكن retrospective معناها ان موجودة ال controlled randomized trial من قبل ما تبقى موجودة systematic review. من فضلك اعمل لي comparison between narrative and the systematic review, وهتتكلم في comparison دي عن ال evidence, which is the evidence is the best, features, procedures, recognition, methodology, precision and bias. اعمل لي الكومباريزون دي, اكتبها قبل ما تبص على السلايد اللي بعدها, اتعب نفسك شويه
ما تبصش على السلايد الاخيره عشان خاطر السلايد الاخيره هي اجابه السؤال ده. ادي الايفيدنس والفيتشر والبروسيدرز، وهنا الريكوجنيشن والميثودولوجي، واخر حاجه البرسيشن والبايس. ودي تبقى مقارنه جميله عملناها بين الناراتيف سيستماتيك ريفيو و الناراتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو. مين فيهم بيبقى بروسبكتيف وريتروسبكتيف؟ الناراتيف ريفيو ولا السيستماتيك ريفيو؟ السيستماتيك ريفيو. عرفنا الفرق بين البروسبكتيف والريتروسبكتيف. ثانك يو، ويلكم، ويز اني كويستشن، سي يو ليتر.